نقف على آخر المستجدات في ساحة التحرير في بغداد، يكون معنا ناشط في التظاهرات هناك عادل حاتم. أهلا بكم سيد عادل. الله يخليكم، أهلا بكم. شكرا شكرا لكم. كيف تبدو ساحة التحرير في بغداد في هذه الآونة؟ يعني أنا هسه تقريبا قريب طلعت، مو طلعت، ابتعدت تقريبا 30 40 متر عن الساحة بسبب تأمين الاتصال، لأنه هناك أصوات عالية وبالتالي ما نسمع. عموما الصورة بشكل عام والحقيقة قبل ملاحظة أريد أثبت حقيقة، أنه أي شعب ينتفض فهو على حق، وأي طرف آخر هو على باطل، وبغض النظر عن طبيعة هاي السلطة والنظام. الانتفاضة على حق، هاي واحد. اثنين، أريد أبدي إذا يعني الحديث إلي طبعا مو نعم تفضل أستاذ عادل. أريد أيضا أبدي من صغار الأمور، صغار الأمور، وأقصد بها أبسط الأشياء اللي تجمعت وتراكمت وتحولت إلى جبل صلد صعب إزاحته في ساحة التحرير. يعني تسألوني شنو هاي الأمور البسيطة؟ أقول لكم مثلا الكباب، واللي إحنا نسميه بالعراقي العروق، العروق العراقي. الأمهات والأخوات والبنات وكل نساء كل العوائل العراقية الأصيلة، حتى هاي الأشياء البسيطة وصلتنا للخير. بالإضافة إلى أطنان من المشروبات والبيبسي اللي هو أحد أسلحتنا الدفاعية ضد هذه السموم الغازية. عادل، باعتبارك تفاصيل كثيرة. نعم، باعتبارك تتحدث عن التظاهر في الساحة، كم تقدر تقريبا أعداد المتظاهرين المتواجدين هناك حاليا؟ يعني صعب تقديرها، بس واحد أعطي صورة حتى يقدر واحد يوصل من، إذا صورة اللي يعرف بغداد، إذا يريد يوصل من الساعة ساحة النصر للساعة يكون صعب يوصل، محظوظ إلى يوصل لساحة التحرير بسبب الازدحام من طرف جنوب بغداد، شرق بغداد اللي هي من ساحة الطيران إلى الخط السريع، صعب واحد يوصل. نعم. من جهة السنك أيضا صعب واحد شخص يوصل، محظوظ اللي يوصل بسبب الازدحام. تخيلوا كل ساعة تقريبا، كل ساعة عشرات الكيات المحملة ما يحتاج المتظاهر ما تقدر توصل، لان اصحاب الكيات هم الواسطه الثانيه اللي تتحمل من الكيات الى ساحه التحرير. نعم. هذه الامور انا تقديري هي اهم ما بالانتفاضه، اهم ما بيها. من يكون هناك اليوم خرج ايضا استاذ عادل، خرج اليوم ايضا طلاب انضموا الى التظاهرات، كيف كان مشاركة الطلاب معكم؟ وانا جاي، يعني جاي بالحديث، واريد اقول لكم اهم ما بهاي الانتفاضة مجموعة من المفاصل، عدد من المفاصل، مفصل يكمل مفصل، وهذه المفاصل تلازمت تشابكت وصعب قطعها. واحدة منها الاسناد الغير طبيعي من قبل الاهالي، احنا هي احنا عندما يشترك الاهالي بدعم الانتفاضه هذا هو الاستمراريه. عندما تدخل الشريحه الطلابيه، هذا التحول الثاني. عندما تدخل الطلاب بالجامعات بالذات، وهذا نداء لهم، هذه ولا الانتفاضه الى مستقبلكم، انتم الطليعه، طليعه مستقبل العراق، انتم المتعلمين، يعني عليهم هذا النداء، عليهم ان يشتركون، واعتقد بدوا. القضيه الاهم واللي يعني صور، انا اريد انقل صور حقيقيه من ساحه التحرير اللي هي الاساس اللي خلت هاي التظاهره تستمر، المغذي الرئيسي لهذه التظاهره. نعم. واستمراريتها ما راح اعتقد راح تنتهي. الحديث عن الاستمراريه استاذ عادل، هل يعني ذلك انكم في اعتصام متواصل سواء في ساحه التحرير وباقي الساحات؟ يعني لا، العملية يعني أنا أجيب لك مثل البارحة مساء، هي تقريبا بالضبط قبل هيك وقت، حاولوا يوصلون إلى ساحة التحرير حتى يصورون هذا الإعلام الكاذب المزيف، حتى يصورون بعض المناطق ويقول لك الانتفاضة انتهت، بس الشباب قدروا يمنعونهم مرتين، يعني مو مرة واحدة، وانسحبوا وهربوا، يعني مضحك كنا نضحك.
اكو قضيه ثانيه خلي يسمعها العالم كله والاعلام العراقي. نعم. انه اكو سيارات ساعه التحرير دول صائدين القذائف الغازيه السم صيدوها، يعني تخيلوا كانه حارس مرمى ينتظرها الى ان توقع يوصل قبلها للمكان اللي توقع به ويغطيه بالبطانيه. يعني البارحه احنا اطلنا الاف، انا مو ابالغ، الاف العوات الغازيه اطلنا مفعولها. رادوا البارحه يغطون ساحه التحرير بالدخان، حتى لانه احنا ما نقدر نبقى بالدخان، لازم تطلع الى مكان نشتم به الهواء. رادوا وفشلوا، رادوا يزيفون الحقائق. الاستمراريه متواصله ويوميه، والدعم الدعم العوائل لحد الان قبل شويه جابوا يعني اكثر من 10 انواع اكل، تخيلوا على الاف، الافرشه تكفي الالاف، الاكل كفى هاي الجماهير اللي انا ما اعرف مئات الالاف. نعم. كفى وزايد، بحيث احنا يعني طلبنا من كل اللي يدعمونا انه يتوقفون عن المواصله، وقلنا لهم ضموا الاشياء الى باكر. القضية مستمرة. نعم. باكر واحنا نتمنى الطلاب يدخلون الساحات الاحتفال الحقيقي. نعم. استاذ عادل، فقط عن اهم الشعارات التي رفعتموها اليوم في ساحة التحرير. الحقيقة من اليوم الاول لليوم ما عندنا شعار، ولا اكو لافتة، ولا اكو اي شيء، اكو شيء واحد، واحنا بدينا نثقف به للشباب، هذا الشباب المنتظمة، انه يا شباب احنا مو لصوص ولا طالبين شيء اكثر من الدستور العراقي. وبدينا نثقف بهذا الجانب، الدستور العراقي الماده 64 تحديدا تقول عندما ينتفض الشعب تسقط الشرعيه لهذه الحكومه والبرلمان، وبالتالي عليها حل نفسها. الماده 81 ايضا بالدستور العراقي ما راح نتجاوز على احكامه. الماده 81 تقول رئيس الجمهوريه راعي الدستور العراقي، عليه ان يشكل حكومه مؤقته لاداره الدوله. احنا مطالبنا بعد هاي المرحله، مطالبنا الاساسيه قانون انتخابي يعني قوانين انتخابيه كثيره دقيقه صحيحه تخدم مصالح الشعوب، هذا واحد. مفوضيه باشراف الامم المتحده، الاحزاب، وثلاثة اللي احنا ايضا بدينا نثقف به انه الدستور العراقي ماده 9 تقول بالماده انه ممنوع تشكيل الميليشيات، وبالتالي اي حزب يمتلك ميليشيات ممنوع يدخل انتخابات، واحنا وياكم تفضلوا اللي يفوز اللي يحقق نصر بهذه الانتخابات، واحنا الدستور ما رايدين شيء اخر، وهو الفاصل بيناتنا بس باشراف دولي. شكرا جزيلا لكم. أشكرك عفواً. أشكرك الناشط في تظاهرات في بغداد أستاذ عادل حاتم، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من ساحة التحرير في بغداد.